ومعنا للتعليق على هذا الموضوع محمد حمود ابو المعالي، باحث ومختص في شؤون الجماعات المسلحه بدول الساحل والصحراء. اهلا وسهلا بكم. بدايه، حراك جديد لقوميه الفلان في مالي، يعني ما تاثير هذا على وحده مالي واستقرارها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للاستضافه. حقيقه هذا الحراك المدني الذي اعلن انما هو تطور طبيعي لسلسله حركات سبقته طافت معظم القوميات في مالي، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى، وحركات عسكرية في قومية الفلان ذاتها. إذ من المعلوم أن قومية الفلان التي تشكل أقلية في التركيبة العرقية المالية ظهرت بها حتى الآن حركتان مسلحتان، إحداهما جهادية هي حركة ماسينا، والأخرى جبهة قومية فلانية أيضا مسلحة. يأتي هذا الحراك، وجدية هذا الحراك أنه يأتي في طليعته قياديون سياسيون من الفلان كانوا قادة وفاعلين في الدولة المالية، أي أنه إحساس بالتهميش عبر عنه كل الفلان حتى ممثل الفلاني في الدولة المالية وفي المنظومة الحاكمة في باماكو كان لهم نصيبهم من التعبير. وهو بالتأكيد مسلسل بدأ في تفكك أو في توجه مالي نحو الدولة الفاشلة، بدأت بالشمال منذ عقود عبر قوميات الطوارق والعربي، ثم دخل الفلان على الخط، وليس مستبعدا أن يدخل الصوغاي أيضا في قريب العاجل، ثم بعد ذلك لم يبقى إلا قومية البومباري. طيب، هذا التشكيل الجديد أو الحراك الجديد لقومية الفلان، ربما أنتم وصفته بأنه حراك مدني، لكن البعض ربما يتوجس أن المدنية مجرد شعار عام، لكن في طياته هو يمكن أن يكون حراكا عسكريا. هو يمكن أن يتحول إلى جناح مدني لحراك عسكري مسلح سبقه. أنا أسلفت في إجابتي أن هناك حركتان مسلحتان محسوبتان على قومية الفلان في منطقة وسط مالي، موبتي وكونا، هما جبهة كتائب ماسينا التابعة لأنصار الدين وجبهة أخرى قومية فلانية. وبالتالي هذا الجناح قد يتحول في مرحلة من المراحل إلى جناح مدني، ربما يبقى مستقلا منفصلا وإن بقي التنسيق قائما بينهما، لكن هو تعبير عن امتعاض قومية الفلان وعن اشتغالهم بأوضاعهم ومعاناتهم في هذه الجمهورية التي استقلت قبل عقود عديدة، وما تزال قوميات عديدة فيها تتلمس مكانها يعني كمواطنين من الدرجة الأولى وكشركاء في وطن يفشل حتى الآن القائمة. طيب، المطالب التي، عذرا سيد على المقاطعة، المطالب التي يحملها هذا الحراك، هل من الوارد أن تلبيها الحكومة المالية أو باستطاعتها أن تلبي هذه المطالب؟ الحقيقة أنه ما تحتاجه مالي ليس تلبية مطالب محددة لقومية، هو تحتاج مراجعة علاقتها بمكوناتها بأسرها، أي أن هناك لكل قومية مطالب تتعلق أساسا بنصيبها من الشراكة في تسيير البلد، في إدارة شؤون البلد، في توزيع الثروة، في توزيع أمور الإدارة بشكل عام. إذا ما يرفعه نشطاء الفلاني هو جزء مما ترفعه كل القوميات المشكلة لمالي، وبالتالي هذا قابل للتطبيق لكن ليس حلا في حد ذاته، إنما الحل هو مراجعة شاملة لمنظومة الشراكة بين القوميات المشكلة لجمهورية مالي حتى تشعر كل القوميات بأنها سواء شركاء وأنها على صعيد واحد في وطن واحد. طيب، هناك حوار سياسي مرتقب في مالي لابد أنكم مطلعون عليه، هل يمكن هذا الحوار أن يحد من حجم الانقسام وهذا الحراك الجديد وحركات أخرى موجودة من أجل استقرار مالي؟ إذا اقتصر هذا الحوار كما يخطط له البعض على حوار بين الفرقاء السياسيين وليس الإثنيين ولا العرقيين، إنما هو جزء من عملية داخل المنظومة الحاكمة معارضتها وأغلبيتها، وبالتالي قد لا تكون القوميات الأخرى معنية. أما إذا تجاوز إلى طرح استحقاقات الإثنيات والعرقيات والاتفاقيات الموقعة، سواء اتفاق الجزائر الذي يعني منطقة أزواد في أقصى الشمال، أو مطالب الفلان التي رفعوها
وقف حالات الاقتتال اليومي والعنف والإبادة التي يتعرض لها الفلان على يد الجيش وعلى يد بعض ميليشيات المبارة، والتي تروجها لها الحكومة المالية على أنها صراع بين منمين ومزارعين، وهو في الحقيقة صراع عرقي إذا لم يتم التطرق بجدية لهذا الموضوع ووضع حد لتلك الأمور، فإن مالي آيلة إلى مرحلة الدولة الفاشلة. طيب لا قدر الله. طيب السفير الفرنسي المتهي ولايته في مالي أشار إلى أن مالي تعاني من السلطة المركزية العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها كما كنتم تفضلتم أنتم قبل قليل، يعني هل بدأ الفرنسيون بالاقتناع بضرورة تقسيم مالي؟ هذا التصريح يقرأ إشارة سلبية اتجاه الماليين واتجاه المتمسكين بوحدة الأراضي المالية، وتحدث عن شساعة الأراضي المالية وكأنه يريد أنه من الأفضل للماليين أن يقتطعوا جزءا من أراضيهم لمن يطالبون بالانفصال. أعتقد أن هذا التصريح قد يكون جس نبض لمعرفة مدى استعداد الماليين للحديث عن الانفصال أو تهيئتهم نفسيا لموقف فرنسي قد لا يكون ملائما، مع أن الموقف الفرنسي ظل في السنوات الأخيرة مضطربا. من المعلوم أن فرنسا حاولت أن تقف على الحياد بين مالي وبين الحركات التي تقاتل الانفصال الشمالي، تميل أحيانا هنا وأحيانا هناك، وتحاول استخدام الكل في حربها على جماعة الجهادية. لذلك الفرنسيون يحاولون مسك العصا من الوسط بطريقة لا تخلو من نفاق ولا تخلو من يعني من مراوغة ماكرة تخدع الماليين لإبقائهم في معسكرها، وتخدع أيضا الأصواديين للاستعانة بهم في الحرب ضد الإسلام. محمد حمود أبو المعالي باحث ومختص في شؤون الجماعات المسلحة بدول الساحل والصحراء، شكرا جزيلا لك. شكرا. رفع الرئيس